هذا العام سجل طبعا عندنا نجاحات عن الأعوام السابقة، سواء من حيث عدد الزائرين، من حيث طبعا عندنا الشركات المشاركة، من حيث المستفيدين طبعا عندنا من الورش التدريبية. فإن شاء الله طبعا عندنا نطمح أيضا أن نحن في كل سنة أن يكون طبعا عندنا طموحنا أعلى في المشاركة، سواء من قبل المستهدفين أو من قبل الزوار أو من قبل الشركات العارضة.